يا اهلا وسهلا، ابغى اسمع منكم افكاركم مع ضعيف ضعيف. ثاني حنحاول ثاني، افكاركم مع ياسين. ايوه كده. انا اليوم مره سعيده وجدا ممتنه اكون معاكم، واول شيء وبدايه احب اشكركم انكم اديتوني الثقه اني انا اوقف على هذا المسرح واديكم كم نصيحه. اليوم موضوعي ثلاثه خطوات او ثلاثه نصائح للنجاح. ان شاء الله لو طبقتوا هذه الثلاثه القرارات او النصائح راح توصلوا لجميع احلامكم، حمديكم تغيروا حياتكم وتوصلوا لكل شيء تبغوه، وحقيقه تغيروا اي شيء الان بتشتغلوا عليه الى واقع. طبعا قبل ما نخوض في هذه القرارات وهذه النصائح خليني اقول لكم شوي عني. انا مين؟ حلو. انا سابقا كنت باحثه في مجال علم المخ والاعصاب نيوروساينس، درست كوجنيتيف ساينس في جامعه في امريكا يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا سان دييغو، وبعدها اشتغلت في نفس المجال في النيوروساينس في ابحاث، وبالاخص كنت ادرس خلايا معينه في المخ اسمها خلايا المرايا تتفاعل لما الانسان يكون عنده هيومن انتراكشن مع اي شخص، يكون عنده هيومن انتراكشن مع الانسان اللي جالس جنبه. بعد علم المخ والاعصاب انتقلت الى مجال اخر وهو مجال مسرعه الاعمال ورياده الاعمال والاستثمار الجريء. فانا مؤسسه مسرعه اسمها بلاسم اكسلريتور. في بلاسم احنا نسرع وندعم ونمكن جميع انواع الرواد في شتى المجالات، ولكن نختص في اي رائد او رائده ما هو تقني او ما عنده السكيلز التقنيه، او لو الشركه او المشروع نفسه ما هو مبني على التقنيه نختص في انه نحوله انه يكون مشروع مبني على التقنيه، او الانسان نفسه نفقه اكثر في التقنيه بحيث قابليه المشروع تكون اكبر، قابليه للتوسع تكون اكبر، واستدامتها تكون اطول. والان ما دام تعرفتوا عني لازم ابدا واغوص واقول لكم الثلاثه نصائح. مستعدين؟ لا 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 مستعدين؟ طيب عندكم تكتبوها تحفظوها، بسيطة هي مرة قلت لكم. أباكم تلاحقوا وتسرقوا وتكذبوا. I want you all to stalk and steal and lie. عجبني بشوف الناس بتصور، ما بمزح حقيقي. خلينا أغوص في أول واحد فيهم. أباكم تلاحقوا، ولما أقول تلاحقوا أنا قصدي أبغاكم تلاحقوا وراء كل هدف، لأنه كلنا عندنا أهداف إلين ما توصلوا لأهدافكم. كيف ألاحق وراء أهدافي؟ هشارك معاكم قصة بسيطة. من أنا في الثانوي كان أحد أحلامي إني ألقي كلمة في تيدكس، أو إنه أنا أكون أحد متحدثين تيد أو التيد توكس. ومن أنا صغيرة مرة أحب أتفرج على تيدكس وتيد توكس إلين ما حفظت literally كل متحدث أو متحدثة تكلموا عن أي موضوع في العالم. وأي أحد كان معايا في البيت من أهلي وأخواني كانوا عارفين إنه من جد هذا كان حلمي، بس ما كنت عارفة زي الكثير مننا عندنا أهداف كيف نوصل لهذا الحلم. طيب أو الهدف، حلو عندي هدف عندي حلم، حقيقة كيف أحول هذا الهدف إلى واقع؟ فأنا قصتي يعني مرت سنين كثيرة من أيام الثانوي، وسنة ورا سنة كنت أحاول أسوي أشياء كثيرة وما جاني الهدف اللي كان في بالي، ما جاني التيد توك. إلين عام 2017 قلت مدام لسه ما جاني لازم أجرب استراتيجية جديدة، لازم أحاول أسوي شيء جديد. فقلت طيب عندي فكرة جديدة ما أعرف لو حتظبط أو لا. الفكرة هي أي إنسان أعرفه سابقاً أو إنسان جديد دخل في حياتي هبدأ معاهم أسألهم أسئلة عميقة، مو أسئلة بسيطة، أسئلة عميقة. فبدل ما أقول لهم هاي هاو ار يو كيف حالكم كيف الشغل معاكم ها كيف حياتك كويس
وطبعا هو حيقول لي الحمد لله الحمد لله الامور ماشيه. هبدا الاسئله الكبيره والعميقه. ايش تبوا تسووا قبل ما تموتوا؟ ايش اهدافكم في الحياه؟ ايش اكبر حلم نفسكم فيه؟ وببدئي في هذه الاسئله العميقه بدا الناس تقول لي احلامهم واهدافهم، وانا بالمقابل صرت اقول لهم عن احلامي انا واهدافي انا. وبدات هذه التجربه في يناير 2017. اي احد جديد كنت اتعرف عليه في منتدى، في فعاليه، من صحباتي، ويوم ورا يوم، شهر ولا شهر، تعرفوا ايش صار؟ ايش تعتقدوا صار؟ احد يرمي كلمه؟ ولا شيء صار. مرينا الى نص العام 2017، وصلنا جون وجولاي ولا شيء صار، وانا تحطمت. قلت ايش هذا؟ ايش الاستراتيجيه هذه؟ قلت يا الله، يعني ما اعرف، يمكن ما هو لي عادي، يمكن الانسان ما ينال كل هدف او حلم يبغاه في الحياه. بس قلت هوعد نفسي اني انا برضي هثابر وهمشي وهكمل الشيء اللي قلت هبدا فيه. فكملت وتكلمت مع الناس إلين نهاية 2017، قلت حتى لو ما حصلت لي هذه السنة معليش يمكن العام اللي بعده. إلين ما يوم الأيام، ما عمري هنسى اليوم، في نوفمبر 2017 كنت في السيارة وأحد اتصل فيا، رقم ما أعرفه، رقم غريب، ما كنت هرد، الحمد لله رديت. ألو، أهلين، أيوه، معي إيمان عبد الشكور، نعم معكم. جانا أكثر من 10 أشخاص قالوا لنا إنه حلمك الكبير إنك توقفي في مسرح تيدكس وتشاركي قصتك مع الناس. طبعاً أنا في هذه اللحظة أقول لكم ما كنت مصدقة، هو مزحة، صحباتي يعرفوني، راحوا سووا برانك كول، بس طلع إنه الناس من جد فيهم خير. وأحد مرة مهم بالنسبة لي في الحياة قال لي كلمة ما عمري أنساها، وما باكم أنتوا أحد، أي أحد فيكم تنسوه. قال لي إيمان، If you really want to go to Disneyland, you know what you should do? Tell people. إذا مرة تبوا شيء، هدف، حلم معين في الحياة، أول خطوة إنه هذا الحلم ما يموت معاكم. قولوا للناس، الناس فيهم خير. من بعد ذاك اليوم المكالمة كان في مقابلة صغيرة شخصية كنت لازم أسويه مع فريق تيدكس، والحمد لله ما كنت متوتر أبدا، لأنه أنا كان لي تقريبا 10 سنين بستعد لهذه اللحظة وهذا المومنت. كنت عارفة حتكلم عن إيش، كنت عارفة إيش حيكون اسم الموضوع، إيش اسم التاك، كل تفصيل فيه، قد إيه مدته حتكون، لا حتكون 11 دقيقة، لا حتكون 14 دقيقة. فنصيحتي لكم، لاحقوا وراء أحلامكم وأهدافكم، لأنه ما في شيء مستحيل. وإذا أحد أو شيء وقف في وجهكم ثابروا. هذه النصيحة الأولى. طيب ننتقل للنصيحة الثانية. أبغاكم تذكرتوا شو النصيحة الثانية؟ by the way TEDx. Exactly. I want you, النصيحة الثانية إنكم تسرقوا. طبعاً هو شيء مرة غريب إن أقول للناس، أنا آجي هنا في مسرح وأقول للناس أباكم تسرقوا، بس أنا لما أقولها من القلب، أباكم تسرقوا. لما أقول لكم تسرقوا، أباكم تسرقوا كل فرصة تجيكم في الحياة، كل فرصة تجيكم في الحياة. أباكم تحولوا الفرص إلى واقع، تصنعوا الفرص. لو ما هي موجودة أنتوا تصنعوها. حلو إيمان، كلام كبير، كلام جميل، نايس ستوري. كيف؟ طب لازم أبدأ بحاجة اللي أكيد بتسألوني بتفكروا حلو أسرق الفرص. طب أول شيء فأنا ألاقي الفرص؟ فأنا جاية هنا أقول لكم الفرص في كل مكان، سواء كان بوست شفتوه في إنستغرام، سواء كان إيميل، نص في إيميل، سواء كان في منتدى أو ملتقى أو إيفنت زي هذا الإيفنت سامسونج، سواء كان الشخص اللي جالس جنبكم أو اللي جالس وراكم، سواء تكون حتى بالواتساب. أنا هتكلم عن قصة كيف جاني أنا الفرصة
وكيف سرقتها عشان تفهموا مني أكثر. الوسيلة اللي جاني الفرصة هي كان من واتساب. كلنا عندنا واتساب، كلنا بتجينا مسجات في واتساب. تعرفوا ذوك المسجات اللي تيجي في واتساب اللي تكون فيديو مرة ملهمة للإنسان اللي تتكلم فيه، والإنسان مرة يكون ملهم inspirational. أنا يوم من الأيام بابا فرود لي واتساب مسج، جاك ما CEO سابقاً CEO لشركة علي بابا بيتكلم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، The World Economic Forum. كان جاك ما هناك وكان الفيديو عنه، هو كيف كان بيشرح عن شركته الناشئة. بابا شاف الفيديو، مرة عجبه الفيديو، فرود لي إياه. قال لي يا بنتي فرودت لك هذا الفيديو لأنه أنا أتمنى لك يوم من الأيام أنت تروح دافوس وأنت تروح الورلد إيكونوميك فورم وأنت تتكلمي عن شركتك. أوكي كول، شكرا بابا، مو كلنا بدأ الشيء إن شاء الله يا بابا. ومعظمنا عندنا هذا التفاعل، لو حد قال لنا شيء كذا مرة كبير. وفي البداية حتى نحسيت بهذا الشيء إنه من جد إن شاء الله مو كلنا نتمنى هذا الشيء. بعدين جيت أفكر يمكن هذه وسيلة، يمكن هذه فرصة، يمكن هذا الشيء لازم أصنع منه شيء. فسويت شيء، إني دخلت في جوجل وبحثت إيش المنتدى الاقتصادي العالمي، مين اللي ينعزم، كيف أروح، وبحثت وبحثت وبحثت. تقريباً شهر أو شهرين بحثت ولقيت كذا مقالة. لقيت إنه الموضوع جداً صعب لأنه المنتدى الاقتصادي العالمي هو أكبر تجمع لرؤساء الدول حول العالم، وكمان أكبر تجمع للسيئوز حول العالم، وإنفيتيشن أونلي، وحتى after you're invited لازم تدفع تقريباً ثمن خرافي مدري 300,000 دولار. فقلت شكلي أكيد ماني رايحة، بس ما دام أنا عارفة إنه ما عندي ما صرت ذاك الشيء لسه، خليني على الأقل أسوي شيء في حياتي استعداداً يمكن لهذا الشيء في المستقبل، يمكن في 10 سنين القادمة. فبحثت في جوجل وبحثت ولقيت إنه برضو ما كنت حار هذا الشيء لو ما دخلت جوجل ولو ما شفت الواتساب هي فرصة. لقيت إن في مبادرة شبابية تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي اسمه Global Shapers Community. يلا اكتبوه الآن، أباكم تدخلوا على هذا الشيء وتشوفوه. أنا وقت ما شفت على Global Shapers Community مرة تحمست وشفت أنه هذا المكان وهذه المبادرة مكاني فلازم أقدم. بس حتى التقديم في مبادرة Global Shapers حتى تتقبلت هذا لا يعني أنه أنا روح دافوس، لسه في بعدها خطوات كثيرة إذا رحت أصلاً. فقدمت وبعد 7 شهور من المقابلات الشخصية ومن الميتينجز وتنفيذ مشاريع، هم يبقوا كل أحد اللي يكون جزء من المبادرة برضو ينفذ مشاريع. جاني قبول بعد 7 شهور من كلام بابا إني أنا أكون Global Shaper. الصراحة وقتها قلت خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا وصلت على الأقل مكان أنا عارف إنه هستفيد منه، وصلت مكان وراء يعني عندي ناس مرة شغوفين مبتكرين حولية كفاية. بس قلت ما دام أنا وصلت لين هنا خليني برضو أشوف لو في حل ثاني، لو في طريقة ثانية. وطلع إنه الورلد إيكونوميك فورم أو المنتدى الاقتصادي العالمي كل سنة يختاروا 50 شخص من حول العالم من 50 دول مختلفة يروحوا المنتدى، وتقريباً سنة على كلام بابا اتعزمت أروح المنتدى الاقتصادي العالمي. وأنا هناك حاورت وقابلت رؤساء دول وCEOs، منهم بيل غيتس لو شايفينه هناك في الصورة. وسبحان الله قدرت برضو أقابل وأحاور عن شركتي أنا الخاصة بلاسم إكسلريتر، قدرت أقابل جاك ما. فلما أقول لكم ما في أي شيء مستحيل، ولما أقول لكم إن الفرص موجودة في كل مكان، الأشخاص اللي جالسين جنبكم وراكم يمينكم وشمالكم هم فرص، listen to it. ولما أقول لكم مو بس يمديكم تسربوا الفرص بس تحولوها لواقع، كلها بالمثابرة وبالpatience. ثالث نصيحة، إيش تتذكروا إيش كانت؟ إنه إيه؟ أباكم تكذبوا. أنا عارفة الكذب حرام، ممنوع، ما صح، لا ما ينفع، وكل أحد علمنا في الجامعة في المدرسة في الشغل أهالينا إنه الإنسان يا إيمان
ما يكذب. ولكن أنا اليوم جاي أقول لكم إنه أبغاكم تكذبوا على نفسكم. يعني إيه؟ يعني life is not easy. الحياة غير سهلة. الواحد أحياناً يقوم من النوم ويحس يرجع ثاني، لأنه في أشياء تصلنا في الحياة ما عمرها توقعناها، ومو كل شيء إيجابي، وفي أيام جداً سلبية، وفي أحياناً أشياء تصلنا ننصدم فيها. ففي الأيام اللي تقوم من النوم وتحسوا أنت ما تقدروا تكملوا، ما تروحوا الجامعة، ما تقدروا تكملوا في البزنس، ما تبوا تروحوا الشغل، أرجوكم إنه في هذه الأيام لو شعرتوا باليأس طلوا في المرايا ذاك الصباح ولاي تو يور سيلف، اكذبوا على نفسكم وقولوا لا أنا أقدر وأنا هكمل وأنا قدها وقدود. برضو قصة صارت معايا، يمكن بعضكم يعرف يمكن بعض الآخر ما يعرف. أنا من كان عمري 4 سنين إلى يومك هذا، وبالذات لما كان عمري 22 سنة، اليوم أنا 26 سنة، لما كان عمري 22 سنة كانت تجيني أكثر من 50 تشنج في اليوم. واللي ما يعرف شنو التشنجات، الإنسان اللي عنده الصرع، أنا جاني تشخيص طبي إنه أنا عندي الصرع، يجي التشنجات. والصرع هو لما الشحنات الكهربائية اللي في المخ تتحرك بطريقة غريبة وقت الإنسان يفقد وعيه تماماً، لا يشوف ولا يسمع، حواسه الخمسة كلها تروح، الإنسان ما يقدر يتكلم، أحيانًا الإنسان يطيح على الأرض. وأنا بالنسبة لي كنت تجيني كل هذه الأشياء وبرضو ما كنت أحس بالوقت، يعني لو مر ثانية أو ساعة أو سنة كانت كلها نفس الشيء بالنسبة لي. ولما كنت في الابتدائي كان صعب كل المعلمات يفهموا بالضبط إيش كان بيصير، وبالذات البنات اللي كانوا قدي في الصف السادس. فأنا كنت معروفة، إيمان كانت البنت السرحانة، كل أحد كان يتنمر علي. I was the go-to girl for everyone to bully for sure. أبداً ما كنت the popular girl. كل أحد كان يضحك، لأنه صراحة صح كان شكلي مرة غريب، كان شكلي مضحك، وكان يصلي 50 مرة في اليوم. وترى حتى بعد المدرسة أتذكر لو رحت ستاربكس أطلب شيء أو بروح مطعم، yes ma'am what would you like? I want a تشنج. لما أتذكر كنت راح لأول مقابلة لوظيفة ومرة استعددت ومرة كنت متحمسة لأنه مرة كان نفسي في وظيفة، وجيت جاء الشخص يسألني أول سؤال وتشنجت. فلما كنت صغيرة كنت أتساءل مع نفسي، يا ترى ربي أنا ليش؟ ما بين كل الناس اللي في الدنيا ليش؟ ليش اخترتني أنا؟ ووقتها وحتى لما كان عمري 22 سنة ما كنت لاقي لها علاج، فعشت بتشنجات، فقلت حتى لو أنا ليه ما في علاج؟ ليش أنا؟ Why me؟ فقلت أوكي هجيب معي نوتة صغيرة للمدرسة كل يوم وهكتب فيها، هكذب لنفسي كذبات صغيرة إنه ممكن أنا ليش؟ فكتبت في النوتة إنه أنا عندي تشنجات أو سيجرز، إنه السيجرز اللي عندي هي سوبر باورز، هي قوة الخارقة. وكنت أقول بيني وبين نفسي ربني بالعكس أهداني هذا الشيء هدية من الله لأن أحول بيه وأغير يمكن العالم. وقلت إنه إن شاء الله يوم من الأيام هوقف على مسرح زي هذه المسرح أقدر أقول لهم ليش أنا كذبت لنفسي. وكل هذه الأشياء علمتني شيء، الكذب للنفس علمني المثابرة، علمني أن أكون راضي بنفسي أنا كما أنا، علمني الثقة في النفس. وهذه الأشياء اللي علمني خلتني أكمل وأحقق أشياء كثيرة في حياتي، فلله الحمد. ومن الأشياء الحمد لله شركتي مسرعة بلاسم في آخر سنتين دربنا وأرشدنا رواد أعمال في أكثر من 5 دول، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وأمريكا، وفي 38 مدن مختلفة حول العالم. وقدرنا نجيب 57 منتورز أو 57 مرشدين يدربوا رواد الأعمال في شتى المجالات عشان نمكنهم سواء هو في الفاينانس أو البزنس أو الليجل أو الأمور التقنية. وقدرنا نرشد في عامين أكثر من 300 شركة ناشئة،
ومع أنه إحنا ما ندعم دايركتلي، ما نستثمر فيهم دايركتلي، إحنا رابط نوصل أصحاب الأفكار ورواد الأعمال بالمستثمرين. قدرنا نوصل 45 شركة ناشئة للمستثمرين اللي قدروا من خلالها ريت أكثر من 27 مليون ريال. وآخر شيء برضو من الأشياء اللي ممكن ما قد ولا حلمت فيها ولا كانت هدف، بس أعتقد هو شيء حصل ما بعد المثابرة. تعرفوا Black Eyed Peas أو Will I Am؟ إذا أحد يعرف يرفع يده. أوكي، بعضكم يعرفوا. هي الأغنية اللي بدأنا بي أول ما جيت. ما قد تخيلت إنه يوم الأيام، مع إنه كنت أسمع الأغاني وهم يعني مغني مشهور، إنه يوم الأيام أحد حيرسل لي إيميل إنه أنا بنت من جدة ورائدة من جدة أروح إلى لوس أنجلوس عشان أتعرف على ويل، عشان هو برضو بدأ شركة في مجال ريادة الأعمال في أمريكا، وباع بعض نكون في غلاف مجلة هاربرز بازار أرابيا. وأعرف شكلي مرة غريب بالمكياج الأزرق، بس أنا هنا أقول لكم إنه ما في أي شيء مستحيل، وأنا أحتاجكم، أحتاجكم، أرجوكم من القلب إنكم تلاحقوا وإنكم تسرقوا وإنكم تكذبوا. وحابة أقول لكم إنه أنا بين يدكم، لو تحتاجوني في أي شيء. أنا أؤمن بأنه أي إنسان محطوط على هذا الأرض محطوط أنه هو يدي غرض ويدي هدف، فأنا بين يدكم لو تحتاجوا أي شيء. وأنا متأكدة أنه مع بعض حنقدر نغير ونحول أحلامكم كلكم إلى واقع. وشكراً. واو واو، 27 مليون ريال، 27 مليون ريال في سنتين. أحد يا جماعة محتاج فلوس؟ عندي إيمان. طيب إيمان، أنا بصراحة يعني من خلف الكنترول كنت قاعد أشوف الجمهور والحضور اللي موجود معانا، حسيت في ناس كانت منشدة، حسيت في ناس كانت مبهورة، والأهم حسيت فعلا في ناس كانوا فخورين فعلا. بس إحنا اليوم اتفقنا breaking the rules وأول مرة ما كسرناها. هشام، are you feeling it؟ Yes. Yes. قبل ما تروحي أنا مصر إنه to break the rules. حلو. نغني كلنا. رواد الأعمال لازم. رواد الأعمال. لازم. Can you sing? I can sing. I'll do my best. Can you sing? يلا. Can all of you sing? That tonight's gonna be